بغيتوا تعرضوا على شي واحد وتكبروا به ضروري تصيبوا ليه هاد القنينطات ولا هاد البريوات بلي زيبينار وطون ايزابيل. اول حاجه كناخذ مقيله ندير زويته بلديه، غنحك واحد جوج فصيصات ديال الثومه، نشحر الثومه ديالي مزيان، ومن بعد كنزيد ليها لي زيبينار، نديروا الملحه، غنديروا البزار. لي زيبينار ديالنا كيتشحروا غنخليهم حتى ينشفوا من الماء، غادي ندير هنايا لي شامبينيون. الحشوه ديالنا وجدات ودابا غندوزو نديروها في لو بول. الحشوه ديالنا غنزيدو عليها جبن ابيض وفخوماج غابي، والمكون اللي كيعطي لهاد الحشوه واحد اللذه رهيبه طون ايزابيل. انا غنستعمل جوج ديال العلب. دابا غندير شويه ديال الربيع مجفف، نخلط دابا كلشي مزيان، خليها تبرد غير شويه وندوز نعمرها. كناخذ الورقه ديال البسطيره ديالي غنقطعها، دابا غنقطعها على شكل مثلث، غندير واحد المعلقه ديال الحشوه غنشكلها على شكل سيجار، غندوزها في الخليط ديال الماء والطحين، نتوما تقدروا ديروها في الخليط ديال البيض، وغندوزها في لا شابلوغ. هذا هو الشكل ديالها. الزيت سخنات دابا غندوز نطيبهم، نتوما تقدروا ديروهم في الفران. وانا دابا جبت النهال باش نطبق. ماما جديد بزاف عجبني، بغيت نديها غدا ليكول. ما تنساوش تجربوا الوصفه وتشاركوها معايا، وما تنساوش تدخلوا لاباج ديال طون ايزابيل باش تشاركوا في المسابقه. حظ موفق لكم.